مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بيكم بحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. عايزة أقول لكل جمهور النادي الأهلي وكل عشاقه مبروك الفوز اللي اتحقق امبارح على حساب أنفيلد في الدوري. طبعا 3 نقط مهمين جدا في مشوار اللقب 41. النهاردة كمان الفريق بدأ ان هو يستعد لمواجهة حرس الحدود والمقرر ليها يوم الجمعة اللي جاية في إطار مباريات الأسبوع 21. يعني النادي الأهلي كان عنده ماتش امبارح وعنده ماتش كمان بعد بكرة، وبعد الماتش هيسافر على طول برضه عشان يواجه فريق سيمبا التنزاني، وده قدرنا لأننا النادي الأهلي. في عندنا أندية تانية كتير جدا اشتكت من الضغط بعد أول مباراة أفريقية ليها بعد فترة طويلة جدا. عموما بعد ما لعبنا ماتش أنفي امبارح كده مش فاضل غير النادي الأهلي غير بس لقاء واحد بس متأجل، وهو لقاء نادي الزمالك، وده اللقاء الوحيد المتأجل من الدور الأول، وطبعا متحدد له يوم 30 مارس اللي جاي. يعني ما فيش أي داعي للأزمة المطارة حاليا من أندية ما تعرفش أي حاجة عن الضغط في المباريات. يعني إيه كل 3 أيام في ماتش بيتلعب؟ طيب خلينا نروح دلوقتي سريعا لأهم العناوين. مجلس الأهلي يستكمل اجتماعه اليوم. معسكر الفريق استعدادا للحدود. جاهزية صالح جمعة وياسر إبراهيم لمواجهة الحرس. وإصابة قوية لعمر جمال في المران. صالح جمعة وياسر إبراهيم جاهزين لمواجهة الحرس. اجتماع في الجبلية لمناقشة مستقبل الدوري. استبعاد صلاح وحجازي من مواجهة النيجر ونيجيريا. اليوم كلاسيكو الأرض في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا. البداية دايما بتكون بأهم الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي في الصحافة. المساء الأهلي الرائع للقمة طالع. الأخبار المسائي الأهلي شكل تاني عبر انبي في ثواني. الأهرام الأهلي وصل لانتصاراته بالفوز على انبي في لقاء الاسترخاء المكلف. الأهلي واصل انتصاراته ويعبر أنفي بصعوبة 2-1. الأخبار المسائي شعلة الأهلي تحرق أنفي الأحمر، يواصل انتصاراته في الدوري بثنائية أشرف وأجاي. المساء الأهلي واخدها جد ومش بيرحم حد، هزم أنفي بهدف أشرف وأجاي وواصل التقدم نحو القمة. المصور الرياضي حلم الدوري رجع تاني لسارتي أعاد الفرحة للأهلوية. المسا لسارتي حققنا فوز مهم على منافس قوي، علي ماهر راضي عن أداء الفريق والقادم أفضل. الجمهورية بعد غلق السلام لأمم أفريقيا الملعب صداع في رأس الأهلي. الوفد الأهلي يجهز رمضان وياسر لموقعة سيمبا ويستعيد فتحي ومروان. الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. الدقيقه الاولى من الوقت المحبطه بدل الضايع. سمير كابولا في الوقت الخاطئ. بالمرة في الدقيقة 94.
نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه، وهنبتدي من الاهرام اللي قالت او اتكلمت عن مباراه امبارح وفوز النادي الاهلي على انفي، وقالت نجح فريق النادي الاهلي في اضافه 3 نقط جديده لرصيده في مسابقه الدوري بالفوز الجديد اللي حققه امبارح على فريق انفي بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الاسبوع ال13. اللقاء كان مستوى جيد وشهد سيناريوهات متقلبه ونجاح اهلاوي في النهايه بالفوز وانتزاع نقاط المباراه، واللي توقفت نتيجتها حتى الوقت الضائع بسبب الاسترخاء الاهلاوي والثقه الزايده اللي الاهلي كان هيدفع ثمنها غالي. النادي الاهلي تقدم في الشوط الاول بهدف لايمن اشرف، واضاف اجاي الهدف الثاني في الشوط الثاني، وبعدها النادي الاهلي اهدر فرص كتير كانت طبعا سهله لزياده الاهداف والاطمئنان على النتيجه، وبينجح قعود في تقليل الفارق لانفي بالهدف اللي اشعل اللقاء، وادى طبعا لانفي الفرصه في تحقيق التعادل اللي كان فعلا ممكن يتحقق باحراز رامي صبري الهدف الثاني لانفي، الغى الحكم محمد الصباحي بدافع التسلل، وبكده بيواصل النادي الاهلي مسيرته في المنافسه عشان يوصل للقمه ويفوز برصيده او بيفوز ب3 نقاط وبيعلى برصيده ل36 نقطه، وبيبقى انفي طبعا في نفس المكان برصيد 21 نقطه. اما بقى الجمهوريه فاتكلمت عن موضوع تاني ومهم اكيد في مشوار النادي الاهلي المحلي، وهو الملعب اللي هيلعب عليه النادي الاهلي مبارياته في الفتره اللي جايه. قالت ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده الاسارتي هيحسم خلال الساعات اللي جايه الملعب اللي هيخوض عليه الفريق مبارياته في الدوري خلال الفتره اللي جايه، وده بعد قفل استاد السلام باجراء طبعا بعض الاصلاحات، لانه برضه هيستضيف مباريات بطوله افريقيا 2019. تلقى النادي الاهلي خطاب من اتحاد الكوره بيقول انه هيتم غلق ملعب استاد السلام في الفتره اللي جايه عشان يتم تجهيزه لاستضافه مباريات البطوله الافريقيه، مع تقديم اقتراح باقامه مباريات النادي الاهلي على ملعب بتروسبورت. رفض مسؤولين النادي الاهلي ان هم ياخدوا القرار انتظارا لمعرفه راي الجهاز الفني، وبيسعى مسؤولين النادي الاهلي ان هم يوصلوا لاتفاق مع مسؤولين المقاولين العرب والجهات الامنيه للعب على ملعب الجبل الاخضر في الفتره اللي جايه عشان يبتعدوا عن ملعب بتروسبورت واللي عانى النادي الاهلي منه لفترات طويله بسبب ضيق مساحته. وفي حاله حصول النادي الاهلي على الموافقات الخاصه باللعب على ملعب المقاولين العرب، فهيحسم الجهاز الفني اسم الملعب النهائي اللي هيخوض عليه مبارياته ما بين ملعب بتروسبورت او الجبل الاخضر. ودلوقتي هنكمل اخبار النادي الاهلي لكن من على مواقع الانترنت، وهنبتدي بالعناوين. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يعسكر غدا استعدادا لمواجهه الحدود. اليوم السابع: الأهلي يؤكد جاهزية محمد هاني لمواجهة حرس الحدود. الشروق: الأهلي إصابة عمرو جمال قوية. كورة: ثنائي الأهلي جاهز لمواجهة حرس الحدود. فيتو مجلس الأهلي يستكمل جلسته اليوم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: توافد الفرق المشاركة في مباريات بطولة إفريقيا للسلة. نبتدي اخبار مواقع الانترنت من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الفريق الاول لكره القدم في الاهلي بيدخل معسكر مغلق بكره يوم الخميس استعدادا لمواجهه حرس الحدود بعد بكره يوم الجمعه في اطار منافسات مسابقه الدوري الممتاز. النادي الاهلي حقق فوز ثمين على انفي امبارح بهدفين مقابل هدف واحد في المباراه اللي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجوله المتاجله ما بين الفريقين من الاسبوع ال13 في الدوري الممتاز. كمان اليوم السابع: قال ان صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي ان محمد هاني الظهير الايمن للفريق اشتكى من اجهاد عضلي خلال مباراه انفي واللي اقيمت امبارح يوم الثلاث على استاد بتروسبورت، دي كانت مباراه مؤجله من الاسبوع ال13 في بطوله الدوري العام. اكد مدير الكوره في النادي الاهلي ان محمد هاني سليم من الناحيه الطبيه، لكن هو اشتكى بس من اجهاد عضلي وفضل الجهاز الفني ان هو يستبدله عشان يطمن عليه بشكل اكبر، واكد برضه جاهزيته لمواجهه حرس الحدود اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه.
كمان الشروق قالت انه بيجري عمرو جمال مهاجم النادي الاهلي اشعه رنين مغناطيسي عشان يحدد حجم الاصابه اللي تعرض ليها في تمرين النهارده الصبح في ملعب مختار التتش. اشار طبيب النادي الاهلي ان عمرو جمال بيشكو من اصابه قويه في العضله الاماميه ويعمل اشعه عشان يحدد البرنامج العلاجي والتاهيلي اللازم ليه. موقع كورة كمان قال ان تأكدت جاهزية صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود يوم الجمعة اللي جاية في إطار الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز. تخلص صالح جمعة من الإجهاد العضلي واللي كان بيطرده مؤخرا وبعده عن لقاء أنفي في الدوري. شارك في تمرين النهاردة الأربع بشكل طبيعي، وكمان شارك اللاعب ياسر إبراهيم في تدريبات الفريق الجماعية بعد ما غاب خلال الفترة اللي فاتت بسبب الإصابة. غاب هشام محمد عن تمرين الفريق في ظل شكوى من نزلة معوية حادة تعرض ليها مؤخرا، وأجبرته برضو أن هو يسيب معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة أنفي. خضع الظهير الأيمن كمان محمد هاني لفحص طبي بعد ما اشتكى من إجهاد عضلي، كما أدى اللعيبة الأساسيين برضو تدريبات استشفائية بعد خوض لقاء أنفي امبارح يوم الثلاث واللي انتهى بفوز النادي الأهلي 2-1. وواصل الثلاثي أحمد فتحي المغربي وليد أزار ومروان محسن التدريبات التأهيلية البدنية عشان يرجعوا للملاعب في ظل إصاباتهم المختلفة. وعشان نطمن اكتر على فريقنا وعلى التدريب الصباحي اللي اقيم النهارده على ملعب مختار التتش، معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في التدريب. مساء الخير عليك يا شريف، وعايز اطمن منك على اخر اخبار فريقنا وعلى الاصابات طبعا، وكمان عايز اعرف منك برنامج الفريق لحد لقاء حرس الحدود يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله في الجوله 21 من الدوري الممتاز. اخر عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل بدون راحه، بدون اي اجازات خالص، استأنف النادي الاهلي تدريباته في الساعه 11 صباحا طبعا استعدادا لمباراه حرس الحدود يوم الجمعه المقبله الساعه 6 اللي نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي مواصله الانتصارات. يمكن النهارده كان التدريب في الساعه 11 صباحا، وكان في اجتماع للجهاز الفني بقياده مستر لافارتي والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره مع لاعبي الفريق. يمكن في الملعب حوالي 5 أو 6 دقائق تكلم فيها مستر لافارتي، تكلم فيها كابتن عبد الحفيظ على مواصله الانتصارات، تقديم عرض يليق باسم النادي الاهلي في الفتره المقبله. يمكن بعد هذه المحاضره كان في تدريب خفيف بالكره وتدريب بدني، ثم ختم مستر لافارتي بتقسيمه في تقسيمة كرة صغيرة طبعا في الملعب. يمكن اللي شاركوا في مباراة أمس يمكن كان عندهم النهارده ريكفرنج فما أدوش التدريبات. يمكن على الجانب الآخر كان الكابتن طارق سليمان مع الشناوي يمكن اجتماع خاص بهم هما الاثنين في الملعب، ثم الجري حول الملعب. يمكن الكابتن طارق سليمان شارك في التدريب مع الشناوي، بعد كده هو الكابتن طارق سليمان انفرد بمصطفى بكابتن طبعا شريف إكرامي وعلي لطفي تدريب لحراس المرمى اللي عملوا تدريبه قويه جدا. على الجانب الاخر التأهيل مستمر لمروان محسن لازارو لفتحي. طبعا في نهايه المران كان في اصابه لعمرو جمال في العضله الاماميه، نتمنى باذن الله يكون يعني خفيف، اصابه بسيطه، هيعمل اشاعه النهارده وهيبان مده غيابه عن الملعب. في نهايه المران كان في جلسه مع لاسارتي مع طبعا رامي ربيعه وحموزي اتكلم فيها عن الفتره المقبله. بكره في تمرين الساعه 4 هيكون في معسكر طبعا بدخول احد الفنادق لسعادة لمباراه عشان خاطر يوم الجمعه باذن الله تكون مباراه حرس الحدود باذن الله، نتمنى فيها التوفيق للاعبي النادي الاهلي والنادي الاهلي. شيماء اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، اكيد كل التوفيق بنتمناه لفريقنا يوم الجمعه القادمه في الجوله 21 من الدوري الممتاز، اللقاء اللي هيكون الساعه 6 مساء مع حرس الحدود. نرجع نكمل اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل لموقع فيتو. موقع فيتو قال ان بيعقد مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اجتماع جديد اليوم يوم الاربع لبحث العديد من الملفات الاداريه والرياضيه ومتابعه اخر الامور المتعلقه بعمليه التطوير في الفروع الثلاثه،
كان مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع مساء يوم الأربع الماضي شهد اتخاذ العديد من القرارات، واللي كان أبرزها اعتماد نتائج اجتماعات لجنة العضوية الخاصة بالفرع الجديد واللي بيترأسها إبراهيم القطراوي، وفي عضوية كمان طارق أنديل عضو المجلس، بجانب تكليف خالد مرتجي عضو المجلس برئاسة بعثة فريق الكورة لتنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني، والمحدد ليها إن شاء الله يوم 12 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عن جلسته اللي فاتت تمتد لجلسة النهاردة، واللي كمان بتشهد بحث أمور متعددة في مختلف الأصعدة الخاصة بالنادي الأهلي. وعشان نعرف أكتر عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هيعقد النهاردة، معانا زميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيما، برحب بيك وبرحب بكل السادة المشاهدين. أهلا بيك، وعايز أعرف منك هل بالفعل ابتدى الاجتماع ولا لسه، وعايز أعرف برضو منك أهم الملفات اللي هيتم مناقشتها النهاردة في اجتماع مجلس الإدارة. بالفعل يمكن بدا الاجتماع شيما في تمام الساعه 3 عصرا كما كان محدد ليه، وزي ما انت اكدتي هو اجتماع ممتد. الجلسه الاولى كانت فيها بعض القرارات الخاصه بالنشاط الرياضي، ايضا بعض القرارات الخاصه بالملفات الانشائيه والاداريه. النهارده اجتماع تكميلي تم تحديد ليه انه يكون في النادي الاهلي بمدينه نصر رغم سوء الاحوال الجويه شيما والامطار الغزيره في مدينه نصر، لكن بالفعل حضر مجلس الاداره بالكامل متواجد في حمام السباحه او المقر الخاص طبعا بالاجتماعات هنا في مدينه نصر. ايضا كمان المهندس خالد مرتجي مباشره من اتحاد الكره كان متواجد في اجتماع، توجه الى الاجتماع امور عديده جدا النهارده يا شيما، منها ملفات انشائيه واداريه، كمان هيكون في تطرق للحديث عن اللجنه الطبيه اللي كان مجهود كبير بيبذل من الكابتن محمود الخطيب في هذا الامر، بيحاول ان هو يكون في اعاده هيكله للجهاز الطبي او اللجنه الطبيه بشكل عام في النادي الاهلي. الدكتور احمد عبد العزيز اخصائي طبعا وقامه الطبيه الكبيره ليكون رئيس اللجنه الطبيه، كمان لجنه الشؤون العضويه فيها يكون النهارده مناقشات عديده للاقبال الكثيف على فرع تجمع الخامس ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. الكل طبعا متواجد، امور ايضا كمان تتخص سفر النادي الاهلي الى تنزانيا، لا يكون رئيس البعثه فيها المهندس خالد مرتجي التنسيق مع السفاره، امور عديده جدا يا شيما واكيد هنكون في انتظارها. الدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الاداره ايضا كمان هيكون متواجد معانا عقب انتهاء الاجتماع مباشره، هنعرض طبعا كل القرارات الخاصه بمجلس الاداره في امور عديده وفي ملفات عديده بيناقشها في تلاحم المباريات اللي بنقول عليه، ايضا كمان في تلاحم بمجلس الاداره واجتماعاته المستمره، لان في امور عديده جدا بيتم النقاش فيها ومحتاجه قرارات سريعه. وبالفعل ده اللي احنا بنشوفه، كل اجتماع بيكون فيه قرار واثنين وثلاثه حظر النشاط الرياضي، قرار ايضا كمان بين الملفات الاداريه. ان شاء الله يا شيما نكون معاكم خلال الساعه القادمه والساعات القادمه في حال انتهاء مجلس الاداره نكون معاكم بالقرارات ان شاء الله يا شيما. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من فرع النادي الاهلي في مدينه نصر، حيث يقام الان اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الممتد من الاسبوع اللي فات من يوم الاربع اللي فات، عشان طبعا زي ما قال لنا كريم مناقشه بعض الامور الخاصه بالنشاط الرياضي وكمان الانشاءات داخل الفروع الثلاثه. نرجع مره ثانيه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت ولسه مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي، اللي قال ان رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في النادي الاهلي قال ان الفريق او الفرق المشاركه في مباريات المجموعه الثالثه من دور ال 16 لبطوله افريقيا للسله رجال بدات ان هي تتوافد قبل انطلاق المباريات، واللي هتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي في الجزيره يوم الجمعه والسبت والحد. وقال كمان ان فريق اول اغسطس الانجولي وصل للقاهره في وقت مبكر قبل ما تنطلق مبارياته في البطولة، وبدأ بعد كده في توافد بقية الفرق زي راج بطل رواندا وفيرو فيارو بطل موزمبيق واللي بتشارك طبعا في المجموعات مع النادي الأهلي. وقال كمان عبد القادر ان في لجنة خاصة بالمرافقين وبالإقامة بتقوم بمجهود كبير جدا عشان تقدر ان هي تسهل تحركات بعثات الفرق المشاركة في المباريات عشان تنجح عملية التنظيم، وقال كمان او اشاد بالجهود اللي بتبذلها كافة اللجان لإنجاح المهمة. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.
بطولة افريقيا لأول مرة. طويلة للخطيب. تاني طاهر ابو زيد ايمن ثوري جبت الفرصه داخل بيبدا فرصه علوية محمد فاروق طارق طارق يركز ابو تريكه ويعملها بطل المباراه يلا بقى في الثواني بقول هنعملها وكره خطيره وكره من وليد سليمان والهدف الثاني لمسه وليد على طول الكره لمحمد ابو تريكه ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكه رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج ودايما بنبتديها باهم العناوين. اليوم السابع اجتماع ساخن بين الجبلايه والانديه لحل ازمه المؤجلات وانقاذ الدوري من الالغاء. سوبر كوره اتحاد الكره يدرس تطبيق تقنيه الفار في الموسم الجديد. الوفد محمد صلاح يغيب عن معسكر المنتخب في مارس المقبل. فيتو جهاز المنتخب يجتمع الأسبوع المقبل لعرض تقارير اللاعبين الجدد. سوبر كورة محمد صلاح يتعرض للعنصرية من جماهير ويست هام يونايتد. اليوم السابع بشكتاش يرفض راية الاستسلام في ضم تريزيجيه. يلا كورة من تونس إلى مصر والبطل كيني فيفا يكشف تلاعب ومقامرة في نتائج مباريات أفريقيا. سبورت 360 برشلونة يواجه ريال مدريد في الكلاسيكو بقميص مميز. بطولات رئيس برشلونة يعلن عن مفاجأة حول ميسي. أعس إدارة برشلونة ترفض التصميم الجديد للقميص الاحتياطي للفريق. في الجول ميتوفيتش الكلاسيكو فرصة بال الأخيرة. 1-3 سيتي في مواجهة أفرتون لاستعادة قمة الدوري الإنجليزي. كورة مانشستر يونايتد يغلق باب رحيل لاعبه. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار المحليه ونبتديها مع اليوم السابع اللي قال انه بيعقد مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هانيه بوريده اجتماع الساعه 1 الظهر يوم الاربعاء اللي هو النهارده مع رؤساء ومندوبين انديه الدوري الممتاز ال 18 عشان يناقش الازمه اللي طفت مؤخرا على السطح بعد اعتراض نادي الزمالك ونادي انفي على جدول الدوري وبيراميدز على جدول الدوري وترتيب المباريات. وفي المقابل تمسك النادي الاهلي بالجدول وبارسال لخطاب للجبلية رفض فيه أي مساس بالجدول وبترتيب المباريات اللي جاية. وبيوضح اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلية خلال الاجتماع أسباب وضع الجدول بالشكل الحالي ومواعيد المباريات المحددة وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع 17 ليوم 30 مارس اللي جاي. وبيرفض اتحاد الكرة إجراء تعديلات على الجدول خصوصا أن أي تعديل ممكن يتسبب في إلغاء الدوري وده اللي حضر منه اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
سوبر كورة كمان قال أنه بيناقش اتحاد الكورة مع أندية الدوري الممتاز تطبيق تقنية الفيديو أو الفار في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، خصوصا بعد ما عرض رئيس نادي الزمالك على مجلس الجبلية أن تشارك الأندية في تحمل جزء من التكلفة، خصوصا وأن تطبيق التقنية دي بتطلب الملايين من الجنيهات. بيعقد مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة هاني أبو ريدة اجتماع تم انعقاده الساعة 1 ظهرا مع رؤساء ومندوبين أندية الدوري الممتاز ال 18 عشان يتم مناقشة الأزمة اللي طفت طبعا مؤخرا زي ما كنا بنتكلم بسبب اعتراض نادي بيراميدز ونادي الزمالك على جدول الدوري وكمان ترتيب المباريات، بالإضافة طبعا لتمسك النادي الأهلي بالجدول اللي سبق وتم إعلانه به. كمان الوفد قالت ان كشف احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره عن نيه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده المكسيكي خافير اجيري في منح الفرصه للاعبين الجداد في معسكر المنتخب في مارس اللي جاي في نفس مركز محمد صلاح نجم الفراعنه وليفربول الانجليزي. قال كابتن احمد شوبير ان اجيري استقر على عدم استدعاء صلاح لمباراه المنتخب اللي هتكون قصاد النيجر وهتكون كمان قصاد نيجيريا في شهر مارس بهدف منح اللاعب لفرصه للراحه نتيجه طبعا ضغط مبارياته مع فريقه الانجليزي. وقال كمان ان احمد حجازي ممكن يغيب هو كمان عن المعسكر وبالتالي عدم مشاركته مع المنتخب في المباراتين. كمان فيتو قال ان بيجتمع المكسيكي خافير اجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني مع الجهاز المعاون الاسبوع اللي جاي عشان يناقش التقارير الفنيه عن حاله اللعيبه الجداد في الدوريات الاوروبيه والعربيه. كمان اجيري كلف هاني رمزي مدرب مساعد المنتخب ان هو يسافر لليونان خلال الايام اللي جايه عشان يتابع اللعيبه المصريه المحترفه هناك واللي بيشاركوا مع انديه يونانيه زي احمد حسن كوكا مع فريق اولمبياكوس اليوناني وعمرو ورده مع تراميتس اليوناني وكمان شيكابالا مع ابولون اليوناني. بيتواجد كمان تيتو مدرب المنتخب حاليا في قطر عشان يشوف بعض اللعيبة كمان هناك، وسافر أحمد ناجي للسعودية من فترة، وكمان يوجد أحد أعضاء الجهاز في تركيا عشان يتابع محمود تريزيجيه وكريم حافظ لاعب قاسم باشا التركي. وبينضم لنا عبر الهاتف كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الأول. مساء الفل على حضرتك يا كابتن أحمد. منورنا دايما في قناة النادي الأهلي، وعايز أطمن من حضرتك طبعا على رحلتك في السعودية، كنت موجود هناك عشان تتابع المحترفين المصريين في السعودية وبالأخص عواد اللي عرفنا أن حضرتك قعدت معاه فترة كويسة وقعدت حضرت تدريباته كمان واتكلمت مع المدرب مدرب فريقه واطمنت على حالته. طبعا الحمد لله كانت رحلة موفقة جدا جدا. في البداية رحت القصيم عند اتفرج على محمد عطوه وحسين السيد، واحد في الرائد واحد في الفتح. بعد كده طلعت على جده ومكه، يعني كانت التدريبات والمباريات بتاعت عواد. يعني مش عايز اقول لك قد ايه تعبتي في الخمس ست ايام اللي انا قعدتهم مع عواد. سنة كبير من تدريبه على اداءه في التدريبات وتاثيره على نتائج الفريق النادي، حاجه جميله. فريق واحده مش فرقه كبيره لكن هو السنه دي مكان كويس. يعني طبعا سعيد جدا كابتن احمد حسن ميدو وكابتن عادل مصطفى في الفني مدرب في نادي الوحده، وكلمت طبعا مدرب تحيات وبعض الاشياء وحاجات كده. مدرب ممتاز ويعني حاجه حلوه، في كان في تعاون كتير جدا رئيس النادي حسن خيالي وكل الناس اللي كانوا موجودين في النادي ده حقيقه. صحيح. حضرتك كمان من تصريحاتك يا كابتن احمد قلت ان عواد كمان شارك كتير جدا في المستوى اللي بيظهر عليه فريقه الحالي الفريق السعودي. ايوه طبعا، انا قلت لك انه الفرقه ما هياش من الفرق صحيح، يعني الشباب مش النصر مش الاهلي مش الـ مش الـ مش الاتحاد الكبيره. صحيح صحيح. طيب مع ان الاتحاد متعسس شويه السنه دي لكن طبعا بالفرق الكبيره يعني. صحيح. طيب كابتن احمد، طبعا احنا مطمنين جدا على حراسه المرمى في منتخبنا الوطني الاول، لكن سامعين برضو ان في مارس المقبل في المعسكر اللي جاي هيكون في وجوه جديده منضمه لمنتخبنا الوطني الاول. انا على فكره انا ما بحبش السؤال ده خالص يا سيدي، ما بحبوش. يعني اللي يعني ما بحبش انا ايه يعني عايزه تعملي صف ويقول لك اه ان شاء الله في دايما احنا طول ما عندنا وقت يا شيما طول ما لسه الناس كلها عندها صف.
احنا عايزين نعرف من حضرتك هل في فرص جديده للاعيبه المصريين ان هم بيشاركوا طبعا في الدوري المصري الممتاز ان هم يكون في بينهم منافسه عشان يكونوا موجودين ان شاء الله في معسكر المنتخب القادم؟ دايما انا اقول يا شيماء ان انا مسؤول عن رفع معنويات الناس كلها وسايب الباب مفتوح والناس كلها تجتهد، في ناس بتجتهد بشكل جيد جدا جدا. المركز مطمئن جدا في مصر ومش عليه اي قلق، غير من البعض الاعلاميين يعني بعض الناس دايما قبل كل حاجه تقول حراس المرمى، لكن لو جينا مسكنا التاريخ هنلاقي حراس المرمى ساعدونا جدا، وصلنا نهائيات كاس افريقيا في التصفيات وفي النهائيات النهائي، وساعدونا جدا في تصفيات كاس العالم وصلنا نهائي كاس العالم، والحراس كانوا من يعني اهم حاجه في المنتخب في كاس العالم. صحيح. واحد اسمه في ماتش وكابتن حضري ادى مباراه رائعه جدا طبعا، فيعني مش عارف انا القلق مصدر منين او جاي منين، لكن انا بطمن الناس كلها ان الحمد لله عندنا حراس كبار وعندنا ناس احنا عارفين قدراتهم كويس، هنستنى منهم كتير ان شاء الله. شكرا ليك كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاول. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا مرة تانية لسه مكملين معاكم أخبارنا المحلية والعالمية، وبنوصل لأخبار كمان محترفينا في الخارج. نروح لسوبر كورة اللي قالت إن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اتعرض لهتافات عنصرية من جانب مشجعين ويست هام يونايتد على هامش المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين أول امبارح يوم الإثنين على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة البريمير ليج. كمان انتهت المباراة دي بالتعادل الإيجابي 1-1. نشر واحد من مشجعي ويست هام يونايتد الانجليزي مقطع فيديو بيظهر فيه واحد من مشجعين الفريق اللندني واللي اساء للنجم المصري محمد صلاح بسبب اعتناقه للدين الاسلامي في الوقت اللي لم يتم فيه الكشف عن هويه المشجع واللي قام باساءه هداف الدوري الانجليزي. كمان اتكلمت الصحافه الانجليزيه عن الواقعه وقالت التقارير يبدو ان محمد صلاح لم يسمع تلك الاساءات عند قيامه بتنفيذ ركله ركنيه خلال مشاركته في المباراه، ولا يتضح أيضا إذا كان طاقم التحكيم سمع تلك الإساءات من عدمه. ومن المتوقع أن تفتح لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي تحقيق حول الواقعة ويتم توقيع عقوبات على المشجع العنصري وعلى نادي ويست هام يونايتد. كمان اليوم السابع قال ان نادي بشكتاش التركي رفض رفع رايه الاستسلام في التعاقد مع محمود حسن تشيزيجيه نجم منتخب مصر على الرغم من تمسك النادي نادي قاسم باشا بخدمات اللاعب. ذكرت كمان ان التقارير ان نادي بشكتاش بيعتزم ان هو يدخل في مفاوضات جديده مع محمود تشيزيجيه واداره قاسم باشا عشان يقدر يقنع اللاعب والنادي بضم اللاعب المصري لصفوف النسور السوداء خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه. قالت كمان الصحيفه ان نادي بشكتاش بيتطلع ان هو يتعاقد مع محمود تريزيجيه والملقب بفرعون اسطنبول املا في تكرار النجاحات اللي حققها نجم الكره المصريه المعتزل احمد حسن، واللي سبق وان هو لاعب برضه ضمن صفوف الفريق خلال الفتره من 2003 ل 2006 وتوج كمان مع الفريق ببطوله كاس تركيا. كمان المحت ان مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا التركي وقف حائلا دون رحيل محمود تريزيجيه لعملاقي الكره التركيه بشكل وجلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لأنه شايف أن قيمة اللاعب المصري تتجاوز الـ 12 مليون يورو. كمان يلا كورة قالت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فتح تحقيق موسع حول مزاعم بتفيد بوجود تلاعب في نتائج مباريات منتخب كينيا الدولية ومن بينها مواجهاته في تصفيات كاس العالم 2010. تقرير صادر عن الفيفا مكون من 10 صفحات نقلته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أوضح أن في تلاعب كاد أن يحدث في مباراة كينيا مع تونس في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا. الطرف السنغافوري اللي بيدعي ويلسون
أو بيودع ويلسون راج بيرو مال تواصل مع جورج وينو لاعب منتخب كينيا وطلب التحكم في نتيجة المباراة وإنهائها لصالح تونس وبنتيجة 3-0. بيعد بيرو مال وسيط لأحد مواقع المقامرة الخاصة بمباريات كرة القدم وده اللي دفعه للتواصل مع وينو لتحقيق نتيجة محددة للمباراة سعيا لكسب الأموال ومنح جزء منها للاعب الكيني. كشف الفيفا عن مراسلات حدثت ما بين بيرو مال ووينو وثنائي آخر في المنتخب الكيني عشان يتفقوا على نتيجة مباراة بلادهم أمام تونس واللي انتهت فعليا بنتيجة 1-0 ومش بالنتيجة اللي طلبها الوسيط. وكمان في مزاعم وشكاوى بتؤكد أن بيرو مال أراد التلاعب في مباريات غير محددة في دورة حوض النيل واللي أقيمت في مصر سنة 2011 ومن المرجح أن يكون بطل الإدعاءات دي هو المنتخب الكيني كمان. كمان سبورت 360 قالت ان صحيفة دي سان البريطانية اتكلمت ان برشلونة هيظهر بقميص مميز لما يواجه ضيفه ريال مدريد الساعة 10 مساء النهاردة بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا لكرة القدم. برشلونة قرر ان هو يستغل لقاء الكلاسيكو عشان يوجه رسالة تهنئة للجماهير الصينية بمناسبة احتفالاتهم بالسنة الصينية الجديدة عشان كده هيكون تحت اسم كل لاعب في صفوف برشلونة باللغة الانجليزية الاسم برضو لكن مكتوب بالحروف الصينية ودي خطوة بيقدم عليها الفريق الكتالوني عشان يستغل شعبيته الكبيرة في الدول الآسيوية خصوصا طبعا الصين وكمان جنوب شرق آسيا أو جنوب شرق القارة الصفراء بشكل عام. كمان بطولات قالت أن جوزيف بارتيميو رئيس نادي برشلونة أعلن عن مفاجأة عن ميسي مهاجم وقائد الفريق الكتالوني وقال ان قال بارتيميو في تصريحاته لاذاعه كادينا كوبي الاسبانيه بالطبع التجديد لميسي دايما بيكون امر مطروح على طاوله برشلونه وقال كمان القرار النهائي بيجي بعد دراسه من قبل المسؤولين وايضا قرار اخر من ميسي على مستقبله مع الفريق وده اللي حصل لما جددنا عقده في لحد 2021. ومن ناحيه اخرى اشارت صحيفه موندو ديبورتيفو الكتالونيه ان إدارة برشلونة عندها خطة لتجديد عقد ميسي للاستمرار مع الفريق لحد سنة 2023. كمان أس الأسبانية قالت أن إدارة نادي برشلونة الأسباني رفضت التصميم الجديد لقميص الفريق واللي اقترحته شركة ملابس رياضية أمريكية واللي كان من المفترض أن يكون القميص الاحتياطي للبلوجرانا نظرا لغالبية اللون الأبيض عليه. وكمان رفضت إدارة النادي الكتالوني المخاطرة في التصميم الجديد الاحتياطي والتاني للفريق في الموسم اللي جاي. رفضت اقتراح الشركة الأمريكية الراعية ليها عشان اللون الابيض وكمان عشان بيحتوي على صليب كبير مرسوم عليه وبتحاول الاداره طبعا هي تتجنب الشعارات الدينيه عشان تكسب الكثير من المشجعين والمشترين للقميص. اما بالنسبه بقى للون الابيض فهو طبعا لون غريم التقليدي نادي ريال مدريد وده هيثير جدل كبير جدا من قبل محبين النادي الكتالوني عشان كده اللون الابيض مرفوض تماما من المسؤولين جوه معقل الكامب نو. كمان في الجول قالت ان مياتوفيتش لاعب ريال مدريد السابق بيعتقد ان لقاء الفريق الملكي النهارده قصاد برشلونه في ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا هيكون بمثابه الفرصه الاخيره لجاريت بيل جناح المرنجي واللي تراجع مستواه في المباريات اللي فاتت. وقال مياتوفيتش لاذاعه كادينا سار الاسبانيه على احدهم العوده للدفاع ولوكس فاسكيز يعرف كيف يتراجع للمساعده في الجناح الايسر. فينيسيوس يلعب جيدا وبالي يواجه صعوبات اذ قرر سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد الدافع ببيل فهي الفرصة الأخيرة له. كلنا منزعجون من مستواه فينيسيوس يلعب أفضل في سانتياغو برنابيو. وقال كمان لاعب يوغوسلافيا السابق برشلونة عنده قوة هجومية كبيرة قادرون على تسجيل 3 أهداف في 5 دقائق يتصدرون الدوري ويلعبون في دوري أبطال أوروبا ويخوضون مباراتي ذهاب وإياب في الكأس. علينا الخروج وأن نأخذ في الحسبان تحقيق نتائج جيدة بغض النظر كيف سينتهي اللقاء إذ حققت ذلك برشلونة يستطيع أيضا الفوز في البرنابيو. كمان 1-3 قال أن فريق
مانشستر سيتي بيحل ضيف ثقيل على أفرتون في المباراة اللي هتقام بينهم على ملعب جودسون بارك في الساعة 10 مساء يوم الأربعاء النهاردة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 26 من البريمير ليج. بيدخل رجال جوارديولا مباراة النهاردة محتلين المركز الثاني برصيد 59 نقطة، متأخرين بثلاث نقط عن ليفربول المتصدر. وللتعثر مساء يوم الاثنين قصاد ويست هام يونايتد بالتعادل 1-1، بيحتل أفرتون المركز التاسع برصيد 33 نقطة. كمان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر تقديم مباراة السيتي وأفرتون بسبب ارتباط مانشستر سيتي بمباراة نهائي كأس رابطة المحترفين ضد تشيلسي يوم 24 فبراير الحالي. بيسعى كمان السيتيزنز النهاردة ان هم يفوزوا عشان يرتقوا لقمة جدول الترتيب وفرق الأهداف عن الريدز، سجل 66 هدف مقابل 56 هدف للمنافس، 66 للسيتي مقابل 66 لأفرتون. بيحتل أفرتون 56 أفرتون، وبيحتل أفرتون المركز التاسع وبرصيد 33 نقطة. كمان موقع كورة قال ان ذكرت صحيفة دسان الانجليزية ان النرويجي اولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عمل جلسة مع الايفواري اريك فايلي واتكلم معاه عن اهمية دوره في الفريق وبانه هيكون اساسي في المباريات المهمة لحد نهاية الموسم. وقالت كمان الصحيفة ان سولسكاير هيبدأ بالمدافع الايفواري في مباراة باريس سان جيرمان في الاسبوع اللي جاي في دوري ابطال اوروبا، وشايف ان هو جزء مهم جدا لخطط الفريق الانجليزي في المستقبل. كمان أريك فايلي ارتبط اسمه بالعديد من الفرق الأوروبية للرحيل ليها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وكان أبرزها الأرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر واللي نشر صوره الكابتن الفريق حسام عاشور بعد مباراه انفي، وكتب لاعبنا حسام عاشور يصل للمباراه رقم 500 لي مع فريقنا، 284 مباراه في الدوري، 154 في البطولات الافريقيه، 26 في كاس مصر، 10 في السوبر المصري، 11 في كاس العالم للانديه، 5 في البطوله العربيه. كمان نشر ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي واللي احرز الهدف الاول قصاد انفي صوره على تويتر وكتب الحمد لله. كمان نشر محمد هاني صوره ليه من المباراه على الانستغرام وكتب الحمد لله. برضه نشر صلاح محسن صوره على الانستغرام وكتب الحمد لله على المكسب ان شاء الله اللي جاي احسن. كمان نشر احمد حمودي صوره مع ايمن اشرف على الانستغرام وكتب الحمد لله على الثلاث نقط اهم من كل شيء. كمان احمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي المعار لفريق الجونه فنشر صوره على الانستغرام وكتب كل يوم تحدي جديد. عالميا نشر محمود حسن تريزيجيه صوره على الانستغرام وكتب اعمل بجد في صمت ودع النجاح يصنع ضجيج. كمان الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الايطالي على تويتر فاحتفل بعيد ميلاد دون كريستيانو رونالدو ال 34 وكتب اليوم ولد افضل اليوم والافضل اليوم ولد الصاروخ، اليوم ولد الدون، يا ساده عيد ميلاد سعيد لكريستيانو رونالدو. كمان نشر كريستيانو رونالدو صوره على الانستغرام مع عيلته من احتفاله بعيد ميلاده وكتب 34 عام حب بحجم العالم كله. كمان نشر كيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صوره على تويتر مع نيمار وكتب عيد ميلاد سعيد اخي، اتمنى ليك الافضل دايما. كمان لويس سواريز لاعب برشلونه نشر صوره مع ابنه على الانستغرام وكتب ابتسامه تجعلك تقع في الحب وتصيبك بالسعاده، انا احبك ابني. كمان النجم البولندي ليفاندوفسكي نشر صورة على الانستغرام لواحد من مشجعيه وكتب في بعض الأحيان لا نقدر بعض الأشياء، في بعض الأحيان نحصل على جواب لسؤال لماذا نلعب، أنا أحب جمهوري وخاصة المشجعين من جمهورية أفريقيا الوسطى. الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد كمان على تويتر فأحيا الذكرى 61 للكارثة الجوية والأودة بحياة 8 من لاعبة الفريق ونشر صورة وعلق نتذكر اليوم ظهور مانشستر يونايتد.
نشر كمان ماركوس راشفورد لاعب من يونايتد صورة للفريق على تويتر وكتب أحببناكم من وقتها ونحبكم الآن ارقدوا في سلام. كمان الحساب الرسمي لبلاتشر فوتبول على تويتر فنشر صورة وكتب 6 أيام تفصلنا عن دوري أبطال أوروبا. مشاهدينا نطلع لفاصل دلوقتي وبعد كده هينضم لنا إن شاء الله ضيفنا أستاذ محمود باهي ناقد الرياضي في جريدة الشروق. رجعنا سريعا ولسه مكملين طبعا معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا في الاستوديو استاذ محمد باهي ناقد الرياضي في جريده الشروق. مساء الخير عليك استاذ محمود باهي. مساء الخير يا شيماء. منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي واكيد عندنا كلام كتير قوي ممكن نتكلم فيه النهارده ويمكن من اهم الحاجات اللي حصلت هو اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره الاجتماع اللي كان موجود النهارده الساعه 1 ظهرا. شفت الاجتماع ده ازاي؟ والله هو في تضارب كتير جدا يعني صادر من اتحاد الكوره. اولا الاجتماع فيه يعني صيغه الرسميه شويه بدليل ان اتحاد الكوره بعت خطابات رسميه ل 18 نادي للانديه كلها بيشير فيها حضور رئيس النادي او من يمثله او من ينوب عنه. فطبعا حدثت ازمه كل طبعا عارف تفاصيلها اللي حصل انسحاب مهندس خالد مرتجي من الاجتماع او من الجلسه او حسب توصيف يعني اتحاد الكوره بسبب حضور رئيس نادي الزمالك. طبعا معروف ان رئيس نادي الزمالك في صادر قرار بايقاف من اتحاد افريقيا لكره القدم. صحيح القرار واضح الأولمبية. ممارسه اي نشاط متعلق بكره القدم. ف في كلام صادر عن اتحاد الكره ان دي جلسه تنسيقيه. ما طب جلسه تنسيقيه زي يعني ايه مسمى الجلسه التنسيقيه؟ مش فاهم يعني احنا مش فاهمين. صحيح ما حدش فاهم حتى الاجتماع اصلا هدفه مش مفهوم. دلوقتي في مشكله ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز ونادي الزمالك او طبعا النادي الاهلي انا مش شايفه ان هو اصلا طرف في المشكله دي. النادي الاهلي جاله في بدايه يناير جدول فهو ملتزم بيه لغايه شهر مارس القادم لكن في اعتراض من نادي بيراميدز ونادي الزمالك على الجدول ده فهم اللي عندهم مشكله. فالمفروض ان الاجتماع ده كان يتحط فيه بيراميدز ونادي الزمالك هم اللي عندهم مشكله ممكن لو عايزين يناقشوا حاجه معاهم هم احرار ان هم يناقشوهم معاهم. تمام بس في كمان كلام صادر ان الجلسه لا فيها بندين. البند الاولاني هي مناقشه ايه الاليات تنفيذ تقنيه الفار صحيح وازاي هتمول والكلام ده كله. الجلسه الثانيه اللي هي ابلاغ الانديه بالتصور للجدول الدوري الفتره اللي جايه بعد اغلاق عدد من الملاعب عشان صحيح كاس افريقيا. ثم بقى الجلسه تفرعت لامور ثانيه المؤجلات والفرق ومين مضغوط ومين بيجامل والكلام ده كله. يعني الجلسه تشعبت لامور ثانيه. النقطه بتاعت المشكله ان دلوقتي الجلسه او الاجتماع او واتيفر يعني المسمى ايه دي في مقر اتحاد كره القدم. صحيح. ده يكفي ان هي تديها صبغه الرسميه اكيد. فهل ده يعني ده تحايل شويه؟ ده في نوع من التحايل. الغريب ان ده بيتم في يعني في ظل تواجد يعني قامه كبيره على رئاسه اتحاد الكره زي المهندس هاني بوريدا عضو في الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي وليه خبرات سابقه. صحيح. الدنيا تحس ان هي مش مسيطر عليها يعني الامور مش مسيطر عليها. فهي لو جلسه مثلا ما فيش ما يمنع من حضور رئيس نادي الزمالك الكلام ده مثلا لو جلسه مثلا في اي نادي جلسه وديه في اي نادي. صحيح. او جلسه مثلا خارج مقر الاتحاد رسميه بسبب وجودها في الاتحاد المصري لكره القدم لكن خطاب لكل الانديه ادي خطوه رسميه. صحيح. مقر اتحاد كره القدم ده برضو صبغه رسميه ثانيه. باشمهندس خالد مرتجي طلع بعد الاجتماع قال ان الجلسه فيها مضبطه حضور يعني بيشوف مين اللي حاضرين من الانديه فده برضو صبغه رسميه ثالثه. فهي ازمه بصراحه بدون لازمه وهي مجرد ان هي اثاره مشكله جديده. احنا شايفين الفتره الاخيره في حاله من التراشق والتشاحن بشكل غير طبيعي ورغم ان احنا مصر داخله على بشكل غير مبرر على حد يعني احنا في الفتره الاخيره انا مسمي الدوري مش دوري ممتاز هو دوري المظالم. كله شايف نفسه مظلوم كله بلا استثناء. الانديه شايفه نفسها مظلومه اتحاد الكوره شايف نفسه مظلوم كابتن عصام عفتاح ورئيس اللجنه الحكام مظلومين كابتن عامر حسين ورئيس لجنه المسابقات مظلومين. طب انتوا كلكم مظلومين مين الظالم يعني لما كل الناس مظلومه امال مين الظالم؟ فهي المفروض فتره حرجه وكل الانديه عارفه ظروف المسابقه هتتم بهذا الشكل وكل الانديه عارفه ان في يعني تداخل مسابقات افريقيه وموسم استثنائي للاتحاد الافريقي وبطوله افريقيا دوري الابطال هتتلعب مكثفه السنه دي وبعد كده زادت الامور ان احنا هنستضيف كاس افريقيا ده حدث كبير. فاعتقد دي ازمات كلها ملهاش لازمه يعني ازمات فعلا ملهاش اي لازمه. لكن لو جينا برضو نبص على الاجتماع اللي عقد النهارده الساعه 1 في الاتحاد المصري لكره القدم النتيجه بتاعته ايه بقى؟
مش شايف اي قرارات معلنه او خطوات واضحه، هي كلها كلام مسكنات. يعني ما اشوف يعني على حسب الحدث، احنا حاسين ان تمهيد الاجتماع ده هيكون فيه بقى قرارات ثوريه او فيه رد فعل. اتحاد الكوره الفتره الاخيره هوجم بطريقه جامده جدا، يعني صحيح. تصريحات صعبه جدا من مسؤولين في الانديه، اتهامات بمجاملات واتهامات للتحكيم واتهامات للجنه المسابقات. اتحاد الكوره حتى ما انتصرش لنفسه للاسف، يعني اتحاد الكوره ده المفروض ان هو تكون اقوى يد، لكن اتحاد الكوره بيطلع يقول احنا ملناش اذرع اعلاميه. المدير التنفيذي لاتحاد الكوره صالح سليمان قال احنا ملناش اذرع اعلاميه. طب ازاي اتحاد الكوره مش محتاج اللي يدافع عنه؟ المشكله ان مفيش لوائح واضحه وصريحه. لجنه الانضباط او لجنه القيم والاخلاق اللي استحدثت مؤخرا، فين دورها من اللي بيحصل في الفتره الاخيره؟ صحيح، مفيش. يعني ده اتهامات واضحه وصريحه، يعني اتهامات يعني في ذمم، بتوصل في ذمم وفساد والكلام ده كله، مش شايفين اي رد فعل قوي. اتحاد الكوره مجرد ان هي كانت، نقدر تقول ان هي كانت جلسه وديه مش اجتماع حاسم يعني، او اجتماع رسمي، يعني اجتماع فيه قرارات قويه. يعني ملخص الازمه اللي اثيرت في الفتره الاخيره دي من نادي الزمالك ومن نادي بيراميدز، ان حصل اجتماع النهارده في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور ال 18 نادي. المفروض ان الاجتماع ده كان مقرر فيه ان يتم التصويت، مش عارفه التصويت على ايه بصراحه، يعني 18 نادي ما هماش اصلا طرف في الموضوع، وده ما حصلش النهارده لان باشمهندس خالد مرتجي مشي من الاجتماع اعتراضا على وجود رئيس نادي الزمالك اللي هو موقوف من الاتحاد الدولي لكرة الاتحاد الافريقي واللجنه الاولمبيه، الاتحاد الافريقي عفوا، من وكمان من اللجنه الاولمبيه. طيب يعني الاجتماع اتعمل كانه ما اتعملش، بس اتكلموا فيه برضو عن الانديه اللي ليها ملاعب بتلعب عليها دلوقتي، وطبعا الملاعب دي تتقفل بعد فتره بسبب الامم الافريقيه. هو هي الاجتماع برضو نقدر نقول ان هو يعني تم بشكل ودي، يا جماعه نستحمل بعض شويه، يعني نمشي المركب كده بحلوها ومرها، واللي زعلان او متضايق او شايف نفسه في تحامل عليه او في ضغط الجدول مباريات ويستحمل بس الفتره دي. لكن انا مش شايف اي قرارات، يعني مش شايف اي امور واضحه. حتى مثلا كلام بتصدر تصريحات مثلا من مسؤولين في اتحاد الكوره بتكون اشبه بقرارات الدوري هينتهي امتى، مصير بعض الانديه نقل مبارياتها امتى، زي مثلا شفنا نادي الاسماعيلي هيتنقل مبارياته ملعب جهاز الرياضه العسكري، النادي المصري هيلعب في السويس. يعني في النادي الاهلي كمان مش هيلعب في السلام، فقدامه دلوقتي يا اما بترو سبورت يا اما الجبل الاخضر. هو بيحاول طبعا ان احنا نلعب في المقاولين العرب، او ده الافضل يعني، وكمان في كلام عن نادي السكه الحديد. بالظبط كده، يعني هو مجرد ان هو يا جماعه احنا الفتره اللي جايه بنبلغ. طب ما في اوريدي يعني خطوات تمت ان النادي الاسماعيلي فعلا ماتشاته اتنقلت، ما بقاش فيه جديد. دلوقتي النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقولي بيدور على ملعب بديل لملعب السلام، عشان خاطر ملعب السلام هيتقفل ان هو من ضمن الملاعب ليها استضيف سواء مباريات او تدريبات. بنسبه كبيره هيكون بيترو سبورت. ليه بقى؟ لانه برده السكه الحديد يعني ملعب يعني على شارع رئيسي، ده وفقا لتبريرات الجهات الامنيه الفتره الاخيره، هيبقى على ملعب على شارع رئيسي او جهه يعني ممر رئيسي للبلد، شارع صلاح، شارع طريق النصر. فاعتقد ان هو مش هيتلعب عليه، والا كان اتلعب على ملعب الكليه الحربيه، استاد القاهره نفسه ما بيتلعبش عليه. فاعتقد ان هو بيترو سبورت هو الملعب الاقرب اللي هيستضيف مباريات النادي الاهلي. صحيح. طيب خلينا نرجع بقى لامبارح ومباراه انبي والنادي الاهلي، المباراه اللي انتهت لصالح النادي الاهلي بهدفين، لهدف احرزهم ايمن اشرف واجاي، وكمان احرز لانبي محمود قعود. شفت اللقاء ده ازاي؟ والله هو امبارح طبعا الاهلي حقق فوز صعب شويه. ليه صعب شويه؟ ليه شفنا الاهلي مش هو الاهلي اللي لعب قدام سيمبا التنزاني؟ لا هي برضو كل مباراه هتكون ليها ظروفها، يعني برضو انبي لحد ما كابتن علي ماهر درس النادي الاهلي كويس جدا. صحيح. كابتن علي ماهر لا يعني اشتغل مع لعيبه اشتغل مع لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي في الفتره الحاليه، عامل شغل متميز. برضو نادي انبي في نفس الوقت عنده مشكله وموقفه صعب جدا في الدوري، فكل المباريات اللي هتبقى جايه في الدوري هتبقى صعبه. ده بالعكس. صحيح. انا بشوف الفرق ان الناس شايفاها فرق صغيره هتبقى ماتشاتها اصعب من اللي هي الفرق اللي بتنافس على المقدمه شويه، وكمان عندها السبب اقوى ان هي تفضل موجوده في الدوري الممتاز، ما تهبطش للدوري الدرجه الثانيه. ما الفرقتين الاهلي عايز يوصل للصداره، يسبق الزمالك وبيراميدز، وفي نفس الوقت انبي عايز يسبق نص انديه الدوري اللي بتنافس على الهبوط. صحيح. فاعتقد ان امبارح كان مباراه كان ادارها كابتن علي ماهر بشكل كويس جدا. برضو في نفس الوقت ما نحط في الاعتبار ان ضغط جدول مباريات النادي الاهلي طبيعي، هتلاقي في ماتش كويس جدا وهتلاقي ماتش تاني المستوى متذبذب. اتاخر الفوز شويه، يعني اللي شفنا في الماتشات اللي فاتت كان النادي الاهلي بيتقدم بواحد واثنين وثلاثه وبيقتل المباراه. امبارح كان يعني النادي الاهلي في اخر مثلا ربع ساعه او
او تلت ساعه من المباراه كان ساب المبادره شويه لان بي، وان بي يعني جاب جون وكان قرب شويه من التعادل. صحيح. لكن اعتقد ان هو في الاجمالي يعني كانت مباراه هنقول مقبوله لكنها اقل شويه، اقل فنيا من الماتشات السابقه حقيقي. طيب نروح لطلب انبي امبارح اللي تم التصريح به باعاده اللقاء، وطلع طبعا كابتن عصام عبد الفتاح وقال ان الامر ده مستحيل، شايف ان فعلا انبي تعرض لظلم تحكيمي في اللقاء؟ والله هو حتى لو فريق تعرض لظلم انا شايف ان كل الانديه استفادت وتضررت من التحكيم كلهم بلا استثناء، كل الانديه. فشوفنا امبارح تصريحات لكابتن عصام عبد الفتاح بيجزم ان هو بيراهن على منصبه ان هو الهدف اللي سجله نادي انبي الثاني تسلل. صحيح، هو تسلل. واشاد بقرار الحكم المساعد. هو بصراحه هدف رائع بس تسلل. هي كحاله تحكيميه صعبه شويه. يعني صعبه كمان في ظل جوده البث التلفزيوني عندنا، في ظل التصوير والكلام ده كله. لكن هي لما يطلع اكبر راس في التحكيم في مصر بيراهن على منصبه حاجه زي كده، صحيح، فالراجل يعني مش هيخسر رهان بحاجه زي كده. دي نقطه. حتى لو نادي انبي ظلم فيها هتلاقي برضو نادي انبي في ماتشات تانية استفاد من التحكيم. نادي الاهلي ظلم في ماتشات واستفاد من التحكيم في ماتشات تانية. فهو التحكيم دي مش آلة إلكترونية. الحكم بياخد قراره في ثانية. احنا هنا قاعدين في الاستوديوهات التحليلية بعد الماتش في نص ساعة عمالين نعيد الكورة ومش متأكدين منها. هدف حقيقي، هدف رائع من رامي صبري، لكن الهدف حقيقي يعني زي ما الناس كلها شايفين في الإعادة هو بيتعاد قدامنا دلوقتي تسلل. هي بس الأزمة إن كمان إن الهدف لنادي إنبي كان جاي في توقيت صعب جدا، وهو ده سبب الضجة الكبيرة. يعني جاي هدف جاي في الدقيقة 91 أو 92 تقريبا، وكان هيضمن نقطة لنادي إنبي اللي زي ما بنقول بيصارع على الهروب من الهبوط. فلما يكون توقيت حاسم لهدف زي ده مع فريق، طبعا أنت بتلاعب فريق منافس قوي، فبتبقى الصدمة كبيرة شوية. حتى لو في ظلم تحكيمي نادي إنبي بيحاول، ما ياما شفنا أندية تانية بتطالب إعادة مباريات ما فيش حاجة حصلت، وأندية تانية بتهدد مش هنلعب مع الحكم الفلاني وبيجي الحكم الفلاني. اذا كان الاهلي لما تعرض لاكبر ظلم تحكيمي في المباراه اللي كانت في بدايه طبعا الدوري في الموسم الحالي، لما شفنا وليد ازارو بيتاخد لمس كتاف في في مباراه الانتاج الحربي، ما شفناش يعني عايزين في الدوري الانجليزي المباراة. في الدوري الانجليزي من يومين ليفربول وست هام هدف تسلل مليون في الميه، مليون في الميه واضحه بقى، وجوده التصوير اعلى وكل حاجه، ومع ذلك ما طلعناش شفنا مثلا وست هام بيطالب اعاده الماتش. فاعتقد هي مجرد مطالبات اللي هي ايه، تصريحات عنتريه. حتى اتحاد الكوره النهارده ما فصلش فيها. هو اكتفى كابتن عصام عبد الفتاح امبارح قال لك طالما ما حصلش خطا فني ان لعيب اتطرد او لعيب مثلا خد انذارين وما اتطردش يبقى المباراه لا تعاد. صحيح. فانا شايف حاله جدليه، ممكن يكون نادي ام بيتظلم، ممكن وارد، ممكن ما يكونش ما اتظلمش، بس كابتن عصام عبد الفتاح قال ان الهدف تسلل وقرار الحكم صح واشاد بالحكم ومساعديه. فاذا المشكله برضه هي ازمه بدون لازمه، مجرد تصريح عنتري زي ما بيحصل من كل الانديه في الفتره الاخيره. طيب خلينا نروح بقى لمباراه النادي الاهلي القادمه. شايف النادي الاهلي عنده تزاحم وضغط كبير جدا في المباريات، يمكن في 8 ماتشات بيتلعبوا في شهر 2 اللي هو اصلا 28 يوم. عندنا مباراه القادمه هتكون قصاد حرس الحدود، تكون ان شاء الله دي المباراه رقم 21 او الجوله 21 من الدوري المصري الممتاز. شايف اللقاء ده هيكون ازاي؟ زي ما بقول لك يا شيما، اي مباراه هتكون صعبه، هتكون كل مباراه بظروفها. لو النادي الاهلي سجل مبكرا مثلا في اول ربع ساعه او ثلث ساعه زي ما بنشوف وحسم المباراه بدري، هيريح نفسه وهيدي برضو فرصه لسارتي ان هو يريح بعض اللعيبه ويدي فرص لبدلاء تانيين وتجهيز، لان دلوقتي الاهلي بيسابق الزمن ان هو على صراع الصداره في الدوري، وفي نفس الوقت استعاده مصابين، وفي نفس الوقت تجهيز لعيبه مهمه للفتره اللي جايه، لان برضو الفتره الجايه محتاجه تدوير كتير. في بطوله افريقيا، ففي كاس مصر المفروض، في ممكن بطوله سوبر. فاعتقد ان المهمه هتكون صعبه على الاهلي وحرس الحدود. حرس الحدود برضو في نفس الدايره، بتتكلم في فريق برضو مش عايز يعني يفقد نقاط جديده ان هي هتورطه، لان دلوقتي اي فريق بيكسب ممكن تلاقيه بينط 3 4 مراكز في جدول الدوري. فالمباراه هتكون صعبه. كابتن طارق العاشي برضو من المدربين المميزين اللي بيعرفوا يلعبوا النادي الاهلي، واللي سبق ليه ان هو حقق نتائج ايجابيه كتير ضد النادي الاهلي. فاعتقد المباراه مش هتكون سهله، هيكون الفصل فيها ان برضو هدف مبكر او الحسم المبكر هيسهل المأمورية شوية، خاصة ان الاهلي هيسافر في نفس يوم المباراة عشان يلعب سيمبا التنزاني. فرغبة الاهلي المفروض تكون قوية عشان ما يورطش نفسه او يأزم نفسه
مع اختبار افريقي جديد، فهو احسم مبكرا. طيب في ظل دي يعمل ايه بقى مع ضغط المباريات دي؟ يريح اللعيبه مثلا في مباراه اللعيبه الاساسيين في مباراه حرس الحدود عشان يقدر يواجه سيمبا التنزلي بقوه ضربه، شايف هيعمل ايه في كل 3 ايام يمكن مباراه؟ يعني الموضوع صعب جدا. لا هو صعب يريح يعني عدد كبير، يعني ممكن التغيير يكون في حدود لاعب او 2 بالكثير قوي. يعني احنا شفنا في الفتره الاخيره مثلا جيرالدو في مباراه انبي لعب مباراه اساسيه كامله وأثبت. مش مقيد في القائمة الأفريقية. لا أنا بتكلم ماتش حرس الحدود. فوارد إن هيكون موجود أجاي برضو بدأ يستعيد الفورمة تدريجيا، فأعتقد هتكون دي فرصة. اللي بيعمله لاسارتي دلوقتي المفروض يتعمل في ماتشات ودية، إنك بتجهز بس ناس. بس هو لاسارتي جه ما كانش عنده وقت لا يعمل ماتشات ودية ولا يعمل فترة إعداد ولا أي حاجة، هو جه على الوضع الحالي وكان عنده طبعا تحدي كبير جدا إن هو يلعب ويلعب ماتشات متأجلة ويلعب أفريقيا، فالموضوع برضو كان صعب. إحنا شفنا مثلا في مباراة سيمبا الأخيرة لما الأهلي حسم مبكرا بثلاث أربع أهداف. صحيح. الشوط الثاني بقى يعني تحول كأنه مباراة ودية، شال بعض اللاعبين ودفع بعض اللاعبين عشان يجهزهم للفتره اللي جايه. يمكن حل للنادي الاهلي في المباريات القادمه كلها ان هو ينهي اللقاء مبكرا بحظر الاهداف في بدايه اللقاء. بالظبط كده، يعني يطلع الشوط الاول على الاقل فرق 2. ما كانش كده هيصعب الموقف على نفسه. صحيح. هيطمع الفرقه المنافسه فيه، خاصه زي ما بنقول الفرق اللي جايه كلها موقف الانديه كلها صعب جدا جدا، اللي بينافس على هبوط اكتر من اللي بينافس على لقب الدوري. فاعتقد انها هتبقى مباراه صعبه. الفترة الأخيرة شفنا زي ما بنقول ناس بدأت تخش في التشكيلة الأساسية زي أجاي زي جيرالدو، ممكن دفع بعض عناصر زي حسام عاشور في المباراة الأخيرة برضو نزل في الوقت الأخير عشان يتجهز بعد عودته من الإصابة. فأعتقد أنه التغيير مش هيكون كتير، لكن المباراة مش هتكون سهلة، خاصة أن كابتن طارق العشري مدرب مميز جدا وسبق ليه زي ما بنقول حقق نتائج كويسة جدا ضد النادي الأهلي سواء مع حرس الحدود أو سواء مع أعتقد إنبي أو المقاولين العرب قبل كده و أهلي بني غازي. طب خلينا نروح للصفقات الجديدة اللي النادي الأهلي دعم صفوفه بها في الانتقالات الشتوية اللي فاتت اللي انتهت يمكن من أيام، شايف أفضل صفقة وأكثر صفقة لفتت انتباهك لحد دلوقتي مين؟ والله الصفقات كلها مميزة جدا، يعني عناصر فعلا إضافة. احنا شفنا في الفترة الأخيرة فينا تحسن ملموس في نتائج النادي الأهلي وفي الأداء، يعني صحيح. مش نتائج بس وفي الأداء، يعني نعمل أداء برضو ما وصلش اللي هي التوب فورم زي ما بنقول، ممكن نقول 50-60 في يعني 60%. بقينا بنشوف حاجة جديدة، بقينا بنشوف تمريرات مختلفة، طريقة تكتيكية مختلفة للنادي الأهلي في الفترة. ما هي بصمات المدرب هتبتدي تظهر تدريجيا واحدة واحدة. برضو الراجل زي ما بنقول احنا ده راجل داخل على جدول مضغوط. صحيح. بيعمل اللي في الماتشات الرسمية اللي المفروض يتعمل في الوديات، بيجهز مصابين وبيجرب طرق لعب وبيجرب لعيبة في مراكز ثانية، وفي نفس الوقت عنده قائمة مثلا فيها أكتر من 10 لاعبين مصابين وفترات وللأسف طويلة. وللأسف كل ما يبتدي يجهز في لاعب تلاقي لاعب اخر اتصاب، يعني انا فعلا بشفق عليه، يعني ما فيش يومين ثلاثه بيعدوا على النادي الاهلي سواء تمرين سواء ماتش الا لما لاعب عندنا بيقع، يعني يمكن اخرهم النهارده عمرو جمال عنده مشكله في العضله الاماميه، خلاص هو عمل تقريبا رنين المغناطيسي، لسه مش عارفين النتيجه لحد دلوقتي النتيجه الاكيده، لكن الموضوع صعب جدا. حتى الصفقات الجديده ياسر ابراهيم اتصاب، نلاقي حمدي فتحي اتصاب، نلاقي محمد محمود رباط صليبي، رمضان صبحي اتصاب، في ايه؟ هو عمرو جمال موقفه مختلف شويه، لان عمرو جمال الفتره اللي فاتت كلها بعيد، بس هو ممكن في نفس الوقت حمل زياده بدني عليه زياده في التدريب، ممكن يكون حماس زايد من اللعيبه نفسه من اللعيب نفسه ان هو عايز يرجع وعايز يفرض نفسه على التشكيله. لكن بالنسبه للصفقات الثانيه برضو انت بتجيب لعيب من نادي معين بيشتغل بحمل تدريبه معين، يعني مثلا نقول حمدي فتحي كان متعود في ام بي يلعب مباراه كل اسبوع مثلا او كل 10 ايام، ما لحقش، هو بيخش على فرقه بتلعب كل 3 ايام ماتش، ايوه بس هو ما لحقش، فالحمل بتاعه بيختلف. فدي طبعا محتاجه دراسه وتقنين، محتاجه فتره اعداد، الكلام ده كله زي ما نقول موقف صعب. متوقع ان في اصابات ثانيه، متوقع رمضان صبحي لعب 4-5 ماتشات ورا بعض بالفول باور بتاعه، شفناه ريح ماتشين الفترة الأخيرة عشان برضه في معترك أفريقي مهم، فالإصابات اللي بتحصل في النادي الأهلي طبيعية لضغط الجدول الماتشات، كتر رحلات السفر. أنا فاكر تصريح لكابتن مصطفى يونس لما كان بيتكلم عن أزمة النادي المصري وعدم اللعب في بورسعيد وكده، وإن هو بيروح برج العرب رايح جاي، قال لك الجهاز الفني بيجي له شد عضلي، فما بالك اللعيبة اللي بتنزل وتبذل مجهود 90 دقيقة. ده حقيقي. فلما اللعيب يجي مثلا من برج العرب للقاهرة ثم يروح تنزانيا ثم مش عارف يرجع يروح الكونغو، كل لا ومطالب إنك تكسب، مش مطالب انك اي تعثر تاني، وفي نفس الوقت عليك حمل كتير، وفي نفس الوقت مثلا الصفقات الجديده دي يعني جايه بمبالغ، عايزه تثبت لاعب مثلا جايب 30 او 40 مليون، عايز يثبت ان هو يستحق ان هو المبلغ ده.
وعايز يصنع لنفسه. ده ممكن التوتر ده الواحد والضغط ده الواحد ويجيب له اصابه وهو بيلعب. ما ده اللي احنا بنقول عليه. ممكن يكون لعيب من حماسه زي ممكن لعيب بيتحامل على نفسه في تدريب اكتر ياخد جرعات تدريبيه اعلى فبتاثر عليه في الاخر وبيتصاب. ويمكن بمناسبه الكلام بقى عن الاصابات من يومين تقريبا اصدر مجلس اداره النادي الاهلي قرار ان هو هيعمل منظومه طبيه فيها طبعا اطباء العظام اطباء القلب والاوعيه الدمويه وكل التخصصات وتغذيه صحيح عشان النادي الاهلي يقدر بقى يواجه شبح الاصابات اللي بيطاردنا في كل الاوقات ده. ما هي فتره صعبه وقرار كان يعني قرار موفق ونتمنى ان هو يتم التحرك فيه بشكل اسرع مش في النادي الاهلي بس في كل نادي بيمثل مصر في البطولات الافريقيه لان ده متوقع. يعني برضو هنقول تاني الناس يعني متغفله امر ما ان النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا سنتين ورا بعض فعنده تلاحم مواسم سنتين ورا بعض صحيح ولسوء الحظ لعيبه النادي الاهلي ما بياخدوش اجازات ما يعرفوش ان هي اجازات ولسوء الحظ ان دوري ابطال افريقيا السنه دي جاي بعد البطوله اللي لسه منتهيه وبعد كده داخل في افريقيا بعد كده داخل في كاس امم افريقيا صحيح فاللعيبه ما بياخدوش اجازات برضو بينضموا للمنتخب وبعد كاس امم المفروض في جدول مستمر المراحل الحسم بقى اللي هي المراحل اللي هي الحسم البطوله والمنافسه المشتعله. احنا بنتكلم كده عن الجداول دي يعني بجد بشفق على اللعيبه. يعني انت بتتكلم دلوقتي في واحد كانه بيشتغل 365 يوم من غير ما ياخد اجازه هيجي له وقت وهيقع لازم هيقع ما لو ما وقعش بدنيا هيقع نفسيا ممكن يديك مثلا بنسبه كويسه في مباراه 2 3 لكن طبيعي يقع منك من ضغط واجهاد وضغوط نفسيه كتيره وسعي لاثبات ذات والامور دي كلها وخاصه انت بتلعب في نادي كبير بيلعب على كذا جبهه جمهوره ما بيقبلش الخساره رغم ان الخساره وارده في كره القدم ودي برده عندنا مفقوده. يعني انت ممكن تخسر عادي انت ممكن تعمل كل اللي عليك وتخسر لكن لا الجمهور لا انا مش وده غلط للامانه يعني هو ده غلط. بس هو جمهور النادي الاهلي تقريبا هو ده من كتر ما النادي الاهلي طول عمره معوده ان هو بيكسب فبقى ده حق مكتسب بالنسبه للجمهور وغير كده الجمهور رافضه كمان الجمهور مش بس عايز يكسب عايز يكسب ويؤدي اداء كويس جدا يطلع بالثلاث نقط عايز كل حاجه بالظبط كده بس برضو معايير المنافسه اتغيرت انت دلوقتي بقى ليك اكتر من منافس بقى في تحديات كتيره بقت في امور كتيره بتدار خارج حدود الملعب فدي لازم تتحط في الاعتبار. طيب بمناسبه الكلام عن المنافسه في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي شايف المنافسه ازاي؟ النادي الاهلي يمكن بيفرق ما بينه وما بين نادي الزمالك تحديدا الفوز في اخر مباراه مؤجله ان شاء الله لينا هيكون الفرق يا دوب 6 نقاط. شايف الدوري في الموسم الحالي المنافسه فيها تكون عامله ازاي؟ الدوري في الموسم الحالي هتحدده ماتشات الاهلي ضد الزمالك المباراتين اللي فاضلين والمباراه الاخرى قصاد بيراميدز المواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك وبيراميدز يعني برضو نادي الزمالك عنده ماتش تاني مع بيراميدز في الدور الثاني والاهلي عنده ماتشين مع الزمالك وماتش مع بيراميدز اعتقد المواجهات المباشره بين الفرق الثلاثه هتحدد بشكل كبير فاللي هيستفيد منها اكتر هو اللي هيكون اقرب للقب الدوري لكن زي ما نقول الدوري لسه في شهر 8 ده لو استمر البطوله نهايتها لان في كلام برضو يعني تسريبات وفي كلام تلميحات انه ممكن يتلغي رغم نفي اعضاء اتحاد الكره صحيح ووزير الشباب والرياضه اللي طلع وقال ان استحاله ان يتم لغي الدوري المصري في الموسم الحالي وقال ان ده طبعا هيتسبب في كوارث كتير جدا للعاملين في قطاع كره القدم وده حقيقي بالزبط. فعلا الدوري لو تم الغائه هيتسبب في كوارث ماديه كبيره جدا للعاملين في قطاع كره القدم كمان في انديه كتير مش بس احنا مش بنتكلم على الاهلي وزمالك وبيراميدز في انديه عندها مشاكل اصلا ماديه بالظبط كده بالظبط وفي نفس الوقت هو الدوري السنه دي عامل زي الموجه يعني هو المنافسه فيه عامله زي الموجه لسه في شهر 8 نادي الزمالك مثلا مؤخرا خسران من جورمايا 4-2 دي موجه جديده على نادي الزمالك صحيح هل هيقدر هو بقى يتجاوزها في الدوري هل ممكن يتعثر هل ممكن يتاثر لعيبته نفسيا وفي نفس الوقت انت يعني الصعوبه بالنسبه للاهلي ان هو مطالب ان هو يكسب وفي نفس الوقت ينتظر هدايا من منافسيه وفي نفس الوقت نادي بيراميدز عمال يدعم صفوفه ومتعاقد مؤخرا مع مدرب عالمي تشكيله قويه جدا صحيح وبيضغط بقوه جدا وبرده سحب النادي الاهلي 3 نقاط بالفوز عليه اعتقد زي ما بقول المواجهه بين الثلاثه دول اريحهم في جدول الماتشات هو بيراميدز صحيح. اريحهم لكن هو فريق ما عندوش استقرار يعني ما تعرفش بس انت برضه لو جيت تبص على نتائج بيراميدز تلاقي عندهم كم هائل من التعادلات يمكن اكتر من 9 تعادلات في الموسم الحالي لا هو بيراميدز بالتشكيله اللي محطوطه بتاعته دي بالكم الاستثمارات والمبالغ المدفوعه المفروض ان هو يفرق عن الاهلي وزمالك بكتير يعني هو عنده تشكيله قويه جدا صحيح. لكن هو تعثر ليه لان كل شويه ده بيراميدز 5 مدربين لغايه دلوقتي 5 مدربين لغايه دلوقتي ولسه الدور الثاني في بدايته
ده اللي بيميز نادي الزمالك شويه السنه دي جروس يعني ماسك نفسه لغايه دلوقتي. نادي الاهلي مر بصدمه كبيره جدا دوري ابطال افريقيا وبعد كده جه كابتن محمد يوسف البطوله العربيه كمان البطوله العربيه وبعد كده جه كابتن محمد يوسف يعني الدنيا اتوزنت لحد ما في النتائج وبعد كده جه لاسارتي الدنيا اتحسنت في النتائج والاداء تدريجيا بيتحسن ان شاء الله يستمر الاداء ده فالمنافسه بين الثلاثه هتكون قويه جدا اريحهم نادي بيراميدز لكن اكثرهم خبره بالمنافسه هو الاهلي والزمالك طبعا صحيح صحيح. طيب خلينا نروح سريعا لمنتخبنا الوطني الاول وامم افريقيا 2019 اللي مصر هتستضيفها باذن الله، شايف ازاي منتخبنا الوطني الاول يقدر ينافس على البطوله دي خصوصا طبعا ان هي على ارضنا وما بين جمهورنا؟ هو طبعا يعني منتخب مصر دلوقتي في ناس بتتكلم ان هو هل الجيل الحالي عنده خبره ان هو يلعب تحت ضغط جمهور وكذا والمتوقع ان حضور جماهيري هيبقى 100,000 متفرج في كل مباراه. دلوقتي المعايير اختلفت، احنا دلوقتي عندنا لاعب من افضل 5 لعيبه في العالم محمد صلاح بيلعب تحت ضغط جماهيري غير طبيعي، عندنا محترفين بيلعبوا في اوروبا كل الماتشات بحضور جماهيري عالي، فاعتقد ان التخوف من موضوع اللي هو اللعب تحت ضغط جماهيري مش هيكون موجود. في نفس الوقت الكره الافريقيه بتمر بمرحله تغيير جلد كتيره جدا. في قوه كرويه مثلا تراجعت كتير زي غانا مثلا، في قوه ما زالت موجوده بقوه، في قوه تصعدت زي السنغال، في نيجيريا برضو عندها منتخب قوي، منتخب المغرب منتخب قوي، منتخب تونس برضو بيعيد ترتيب اوراقه. فاعتقد ان مصر بسلاح الارض والجمهور وبرضو المدرسه الجديده التدريبيه الجديده مع اجيري برضو بقى في برضو تحسن ملحوظ في الاداء وبقى في دم جديد، فاعتقد ان منتخب مصر هيكون من ضمن على الاقل، يعني احنا لو رشحنا 4 منتخبات اكيد منتخب مصر هيكون من بينهم ويمكن رقم 1. منتخب مصر هو وصيف البطوله الاخيره بظروف اصعب من اللي احنا فيها دلوقتي بكتير. دلوقتي في لعيبه اكتسبت خبرات اكتر، منتخب مصر دلوقتي كان احد الخمسه الممثلين لافريقيا في كاس العالم. فدلوقتي منتخب مصر تقل بمعنى اصح يعني. فاعتقد ان هو فرصه كبيره جدا جدا يعني في الفوز بالبطوله، وده اللي اكده حتى هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب ان هو رشح مصر والسنغال للفوز بكاس الامم. بشكرك جدا جدا استاذ محمود باهي على وجودك معانا النهارده في كلام في الميديا، اكيد استمتعنا بوجودك معانا في قناه النادي الاهلي. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، وبكره مفيش هيكون عندنا هوا او مش هيكون عندنا حلقه كلام في الميديا لان هيكون في بث مباشر لحدث مهم جدا طبعا وهو افتتاح صاله الكاراتيه الجديده في النادي الاهلي، وهتكون اكيد من افضل صالات الكاراتيه اللي موجوده على مستوى الشرق الاوسط، وده اكيد في اطار تنفيذ برنامج عيلة النادي الأهلي. أسيبكم بكرة إن شاء الله تتابعوا الافتتاح وأشوفكم بإذن الله يوم السبت اللي جاي في حلقة جديدة من كلام في الميديا. أشوفكم على خير.